سهرة غنائية افتتاحية لهذا الحدث عكست ما سيقدمه هذا الفضاء لعملية التسوق وأجواء الترفيه. عبد القادر زروالي ومحمد مرعش. لوحات فنية جسدت أقوى لحظات هذه الأمسية لما استحضرته من أبهى صور الارتباط بالوطن من خلال التجاوب الطبيعي للمتلقي واستمتاع هذا الأخير بروائع الأغنية المغربية. هاد الأغاني اللي تغنوا اليوم المغربية هما اللي إلا بغيتي حركوا الجمهور وهما اللي داروا النشاط حيت كل شيء عارفهم كل شيء حافظهم ومربين عليهم. الأمسية فنية استثنائية لأنها كتجي في واحد الظرف اللي هو استثنائي أيضا وتدشين ديال واحد أنا تنعتبره الآن هذا معلمة حقيقية تسوقية تجارية جديدة جيل جديد ديال التسوق في المغرب تيبين تيعطي فعلا الحقيقة وتيعطي الدليل على أن المغرب كيتغير. قليلة تنفتخروا بها كمغاربة وكمواطنين وكفنانة شرف كبير أننا نحضروا حفل الافتتاح ديال هذا المروك اللي هو فيترينة كبيرة للمغرب والتقدم المغربي والوتيرة فاش غادي المغرب. آخر صيحات الموضة أتت فضاء الفرجة من خلال نماذج تفننت أيادي المصممين في إبراز جمالية أناقتها وتآلف ألوانها. وما كنتش نتوقع باللي راح يكون من هذا الحجم ومن هذا الجمال ومن هذه الأناقة ومن هذا لو بروفيسيوناليزم من هذا الاحتراف. سبحان الله بسم الله ما شاء الله الجو كان مليح الناس كانت باهية. نوفو ماروك المغرب الجديد بحداثة مجتمعي يجسده هذا الحفل. فأنا إسباني ومتيم بعشق المغرب دو ماروك. كل شيء كان مزيان والله يكمل بالخير ونفتخروا بالمغرب ديالنا زوين 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 بزاف. لو سبيكتاكل دو سو سوار روندي اوماج ا تو نو. الحفل كرم كل الفنانين المغاربه وهذا شيء يستحسن جدا اضافه الى عرض المغنيه العالميه جينيفر لوبيز الذي كان مدهشا. المغنية جينيفر لوبيز ألهمت مشاعر الحضور في أمسية تميزت أيضا بفقرات فنية متميزة تنصهر بإشعاعها العالمي في مركز تجاري داخل موسوعة غينيز للأرقام القياسية. لم يبقى في هذه النشرة سوى